ما فكرتيش ترجعي له لا كحل؟ لا لا ما ينفعش طبعا، لان هو احنا يعني لا ده احنا مطلقين طلقة تالتة، ما ينفعش خالص. 3 طلقات. اه تلاتة ماشية، تلاتة ماشية 3. هو في اكتر من 3؟ هو هم 3 اه لا لا كانوا اكتر، لان طبعا هو للاسف لا برضو كانوا كان اكتر. ايه استني بقى، هو اه مفيش غير 3، لا هي لا لا هو لا لا الحد الاقصى لا لا 3. لا هم اكتر من تلاتة، هم كانوا 7. 7 طلقات اه دي جديدة خالص. لا هي هي هم المفروض ممكن 3. تستغربيها اه لا، بس هو للاسف يعني، ودي حتى اللي صار فيها جدل لا الفتره اللي استني، فاتت. يعني بعد الطلقة الثالثة اه ازاي كنتوا عايشين مع بعض ما لحد ما وصلوا لا 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 ل 700؟ لا بعد الثالثة لا، خلاص ما هو احنا عند الثالثه بيسال في مشيخه الازهر، فالمشيخه بتسال اسئله هم اعلم بيها وادرى. زي ايه مثلا؟ كان يعني رميت اليمين كان بالنهار ولا بالليل؟ ايه كنت ده؟ واقف ولا قاعد؟ والله ده حصل. كان ايه، كانت حائض ولا غير حائض؟ يعني في اسئله كده بيقعد يسال. لا لا خلاص يبقى ما وقعتش. فلو كان قاعد ولا واقف تبقى ما ما اعرفش زيتها. تفرق بقى في ايه بقى، ما اعرفش يعني. هم قعدوا يسالوا اسئله كده، كان بالنهار ولا كان بالليل؟ يعني ليهم اسئله كده قعدوا يسالوا فيها. ففي 7 مرات هم عدوهم، جم عند الاخيره قالوا دي اخر واحده، لو اللي جايه لا انا نطقتها عارفه، خلصت. انا عارفه هما طبعا ادرى، بس انا عارفه انه لو في لحظه غضب او حاجه ما بتحتسبش. إيه لا هو يعني ما هو طبيعي ان اي حد بيطلق مراته ما بيبقوش قاعدين بيتعش لا في ناس وبيفهموا. بيبقوا متفقين. انا متهيألي ان اكبر مشكله بتواجه المطلقه في المجتمعات الشرقيه بشكل عام، مش في مجتمعنا بس، انها بتبقى زي الفريسه، يعني هي بالظبط الى حد كبير بالظبط مستباحه، خصوصا لو مستقله مش بالظبط عايشه مع مثلا مع اب بالظبط او مع اخ بالظبط او مع حاجه، بتبقى يعني بالبلدي كده ايه، مطمع. بالظبط بالظبط هل انت واجهتي ده يا رباب؟ طبعا كلنا بنتعرض لده، وعشان كده انا بقت شخصيتي قويه وعنيفه في التعامل مع الناس، وبقت الناس تخاف وهي بتتعامل معايا يعني. فغصب عننا احنا بنتطبع بالطبع ده، بنتحول من انثى لغايه ما تبقى انثى وذكر في نفس اللحظه. بقيت طبيعتي هجوميه جدا في تعاملاتي مع الناس، فبقى خلاص الناس بتعمل الف حساب وهي بتتعامل مع الشخصيه ديت في كل مكان انا بتعامل فيه، مصالح حكوميه، حتى المحاكم يعني، بحكم ان انا واحده بتدخل محاكم كتير واقسام كمان عشان اجيب اللي هي المفروض مفردات مرده، بس هو انا بالنسبه لي عشان رجل اعمال بجيبها عن طريق تحريات مباحث، فطبيعي بدخل اقسام كتير وبدخل محاكم كتير. ده شوفي عشان تجيب نفقة فغصب ولادها. بالظبط كده، يا ده نهار نفقه ابيض. اولاد انا على يعني فكره. لازم يا تروح نهار ابيض محاكم على طبعا، المعاناة، وتنزل تعمل وعن تحريات شرط، عشان تجيب اللي هو الالف به، مبادئ اساسيه ان ولادها وعن يعيشوا. شرط عشان في ناس كتيره بتسيء لينا، وده الموضوع بيضايقني جدا وعايزه اتكلم فيه. انا اتطلقت على الابراء، ما خدتش ابيض ولا اسود، بل بالعكس قد اكون كمان دفعت عشان اخد الورقه بتاعه الطلاق دي، لان طلقت شرعي وفضلت متعلقه سنين لغايه ما وصلت لا يعني ايه للرسمي. طلقتي؟ يعني هو رمى شرعي اليمين يرمي وفضلتي؟ اليمين وخلاص، انتوا خلاص انتهيتوا، بس عند مأذون انا مش رايح. ودي بيعاني منها ناس كتير، انا مش لوحدي في الجزئيه دي. طب ما فكرتيش تخلعي ليه بما انك كده كده على الابراء؟ انا لا كان ظروفي ساعتها لا تسمح ان انا اخلع دي، ان انا انزل واروح محكمه، انا كنت عامله زي القطه كده اخاف افتح باب الشقه يعني لغايه اللحظه دي انا لو نزلت في مكان كده بره اتوه. طب انا هقول لك حاجه، اتفضلي. يعني ليه ما لجأتيش للتفاوض السلمي؟ والله عملت كل حاجه، بس لما بتتعاملي مع شخصيه عنيده جدا وصعبه جدا طب الاهل ما وحته بيتدخلوش؟ يعني انا عارفه بيبقى في ناس من اهلك وناس من اهله، بيقعدوا بتوصلوا لحل لا للاسف، لاتفاق معين. لا للاسف، لان انا بالنسبه لي انا كحاله يعني مختلفه، ان انا يعني اتحدتهم وقلت لهم لا انا عايزه ده، فهم قالوا لي اذا كملتي فاحنا ما لناش دعوه بمشاكلك اذا حصل مشاكل. فقد كان ان انا كملت، فما حدش طبعا هيتدخل في حاجه زي كده خالص، وبالنسبه له نفس الكلام، هو كبير العيله فما ينفعش ان هو يدخل حد. بس خليني اسال الاول، مدام رباب، بعد المشاكل دي كلها والمحاكم والاقسام وصلتوا لايه بقى؟ والله احنا لازلنا دلوقتي في المحاكم. انا يعني برضو كام عشان سنه؟ اقول انا 14 سنه من لا 2000 كام سنه في من المحاكم؟ 2007 من 2007 14 اه سنه. يعني انا من اول لحظه والله انا اتذكر ان انا يوم الانفصال قلت له اديني اي مبلغ من النفقه، وانا لان هو كان مانعني من الشغل تماما، كان مرفوض ان انا انزل شغل، فخلاص ما عنديش اي مصدر دخل، يعني اديني اي نفقه انا موافقه بيها، وكنت فعلا هرتضي بيها، وكان يجيبها وقت ما يجيبها زي ما هو عايز، وكنت هكمل الحياه. برضه رفض. رفض تماما. مفيش حد تلجئي له من عيلته؟ لا اب للاسف، ام؟ لا مفيش حد؟ للاسف. يعني انا للاسف يعني انا كان نفسي ان احنا فعلا نبقى مكملين، وبس برضو احقاقا للحق هو جه من حوالي مثلا ممكن نقول 7 8 شهور، كان ابتدى يقابل ابني، يعني هنقول الولد كان بيروح له ويذاكر له، وده اللي حصل لغايه ما فوجئت بيه من حوالي يوم 25 اللي فات. بيطلب مني ان انا ادخل القاضي يوم جلسه النفقه اقول للقاضي ان انا استلمت المبلغ وانا ما استلمتوش. فقلت له انا مش هينفع اقول كده، يعني اقول استلمت وانا ما استلمتش.
فبيقول لي لو ما عملتيش كده خلاص، وانا يعني فيما معناه انا مش عايزه خلاص هيحصل ايه اكتر ومسك من ابني في التليفون قال له هيحصل ايه اكتر ذنبك من اللي ان دي حاصل. مامتك، فانا اللي خلاص مش عايزه اقابلك دي تاني. حاجه حط خطيره، دي قصاد دي. دي حاجه خطيره جدا ان اه هو يعني دخل لا الموقف بالبلدي كده يسخنوا على مامته، دي بالظبط حاجه خطيره جدا بالظبط. جدا. وعشان ايه انا بطلب نفقتهم؟ انا ماليش حقوق نهائي. لا حتى لو الام سيئه مش المفروض ان هو يقول للولاد. انا مدام محسن يعني عايز اسالك، لو عندك حاله زي حاله مدام رباب بتعملوا فيها ايه؟ بصي حالات النفقة دي تتواصلوا مع الزوج يعني، بس حالات النفقة دي يعني احتار فيها العلماء والفقهاء والمصرفيين، يعني احتار فيها يعني بصي يعني مش عايزة اقول لك، يعني احنا نفسنا احتارنا في حالات النفقة يا جماعة، وبناشد الدولة ان هي تعمل لنا قانون نفقة عادل، يعني قانون ينصف الطفل لا ينصف اللي يعني الأب ولا الأم. أنا كان ليا فيها وجهة نظر دي يعني والله من زمان، بقول حتى في مصر أنا دلوقتي برفع قضيتين بس اللي طول حياتي برفعهم، نفقة مصاريف دراسية، نفقة مصاريف دراسية. لا وايه بقى؟ أها وبعد كده لو هو رجل اعمال يعني مش رجل حكومه يعني ولا كده، صعب كمان لا تجمع وتعمل وتعملي حاجه حبس بقى. بصي قمه الاهانه دعوة حاملة ان ام بقى ايه هتضطر القانون يجبرك انك تروحي تحبسيه عشان تجيبي نفقه ولادك. طب بالظبط. هي ذنبها ايه كمطلقه تفضل عمرها كله انا تيجي المحاكم هيعجل لها قضيه ورا طليقها لو عشان دخلتي عندي تحبسه الفيسبوك وتجيب هتلاقي نفقه؟ تشيك ان محكمه يوم او يوم طب لا. طيب مدام محسن عايزه اخد منك وصفه كده او روشته ازاي يتم الطلاق بشكل متحضر ويفضل فيه بيننا ود واحترام عشان الولاد. يعني مثلا لو هنقول ان بيبقى فيه قعده هتتعمل، ايه الشروط؟ ايه الحاجات اللي نتفق عليها؟ شوفي انا بشوف اهم حاجه في الطلاق تمام زي ما كنت قلت النفقه، ان انت كأب هتلتزم بنفقتك تجاه اولادك، وانت كأم هتلتزمي ان الابن او الابنه او الولاد يتربوا ما بينك وما بين ابوهم بالحسنى. الولاد لا ليهم علاقه بمشاكلكم ايه ايام الجواز وايه اسباب الطلاق تمام، الولاد ما لهمش علاقه بالماضي ولا بالمستقبل بتاعكم وخلافاتكم واي حاجه. الولاد ليهم من الاب رعايه ماديه واجتماعيه، وليهم من الام برضو رعايه اجتماعيه. لا الولد يكبر يشوف امه تتبهدل في المحاكم كده وتلف وتروح تحبس ابوه عشان تجيب له نفقته. ماديه واجتماعيه يعني خليني اقول ماديه بمعنى النفقه واجتماعيه بمعنى الرؤيه. بالظبط صح كده. الطفل يتربى بالحسنى، يعني احنا دلوقتي شوف احنا في يعني خلاص الدنيا اتطورت ازاي واحنا لسه بنقول الاطفال تتربى ازاي. انا يعني. انا كمان عايزه اضيف انه حتى لو ما فيش ابناء ممكن العلاقه تفضل طيبه، وحتى لو انتهى الطلاق يفضل يستمر الود ويستمر ده الاحترام. في حال لو في سواء نفسي عند صحيح. الطرفين. مدام رباب بشكرك وبتمنى لك ان شاء الله تتوفقي في الـ في الـ في الـ في المحاكم وفي القضايا والله اتمنى. ومدام محاسن بشكرك جدا. احنا ان شاء الله هنعمل حلقه تانية نتكلم فيها باستفاضه عن الموضوع وتنورينا فيها ان شاء الله، وانا هاجي لكم راديو المطلقات. انا المفروض تدوني عضويه ذهبيه المفروض.